السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض شرح منهج البايوكيمستري وجزء الانزيم. الفكرة والحقيقة اللي عايز اقولها لك ان يهمني ان انت تدون ورايا كل الملحوظات والتفاصيل دي ببساطة خالص. الحمد لله انا ملم بالمنهج كامل من اكتر من 10 سنين في شرح مادة البايوكيمستري. فانا مثلا ان احنا زودنا تفصيلة اثناء الشرح فانا عارف ان انت محتاجها في جزء تاني، ودايما زي ما انت عارف وانت مش لأول مرة يعني تتعامل مع مذاكرة مادة دراسية وتحديدا مادة البايوكيمستري. الفكرة مش ان انا احفظ الكلمة زي ما هي مكتوبة في البي دي اف، طب ما الدكتور بيشرح في المحاضرة. الفكرة ان انت تبقى مستوعب المعلومة وملم بكل افكارها، لان مادة البايوكيمستري بتكون بالنسبة للطلاب من المواد الصعبة او المواد اللي هم بيستغلسوها. ليه يا دكتور بيستغلسوا المادة دي؟ لان هو بيبقى مش عارف يذاكرها او بيحس ان فيها تفاصيل كتيرة، وبصراحة يعني ممكن يتلاقي الطالب بيستهتر بالمادة او بيستهون بيها وبيجد عاقبة كبيرة جدا في المذاكرة ليلة الامتحان ان هو مش عارف يلمها. عايزك بقى تدون ورايا كل الملحوظات، وبعد ما تدون ورايا كل الملحوظات هتلاقي ان انا شرحت البي دي اف كامل، لان اصلا انا بشرح من البي دي اف، بس الفارق ان انا برتب افكار الشرح بكتبها ورا بعضيها بطريقة منظمة تخليك ان انت تقدر تستوعب. ان انت دونت ورايا كل الملحوظات وكل التفاصيل اللي انا بكتبها هتلاقي ان الامور كلها بسيطة ان شاء الله. طيب رايحين بقى نشرح ايه يا دكتور؟ رايحين نشرح الاستراكشر اللي هو التركيب، الاستراكشر اوف انزايم. طبعا عرفنا ايه هو الانزايم وايه التركيب بتاعه او ايه الكلاسز بتاعت الانزايم والميكانيزم اوف انزايم اكشن. انا رايح اشرح بقى هو ايه هو يا دكتور تركيب الانزايم. تمام، بص بقى يا دكتور يهمني تعرف الفكره دي، ادي فكره اهي بسهل بيها الشرح عليك. الانزيم بيتكون من جزء بروتيني، ده جزء بيكون بروتين اسمه ايه بقى؟ جزء البروتين ده اسمه ابو انزيم. ابو انزيم يبقى اول مكون، وده المكون الاساسي في الانزيم اسمه ابو انزيم، ده بيكون بروتين النيتشر. الابو انزيم ده اساس الانزيم، وده بيكون موجود وحدي كده في حاجة اسمها السيمبل انزيم. يعني لو الانزيم بتاعنا سيمبل يعني بسيط، هو بيكون مجرد الجزء البروتيني اللي هو ابو انزيم. حلو الكلام. لكن في انزيمات بتكون كومبلكس، بيكون الابو انزيم معاه مكونات اخرى بقى، يبقى ده السيمبل انزيم اللي هو بيكون من الابو انزيم بس اللي هو البروتين. لكن في انزيم كومبلكس اللي هو بيكون اكثر تعقيدا، ده بيتكون من جزء البروتين وحاجات تانية ليس بالضرورة مجتمعة وجودها في نفس الانزيم. يعني هو بيكون بروتين ومعاه حاجات تانية. فاحنا رايحين نشوف بقى ايه هي الحاجات التانية اللي ممكن ان هي تكون موجودة معاه. ركز معايا كده واحدة واحدة، ان شاء الله تلاقي الامور بسيطة وميسرة معاك. الراجل ده محتمل يبقى متصل بحاجة اسمها كو انزيم. خلاص، يبقى الابو انزيم ده المكون الاساسي. في الكومبلكس انزيم ما بيكونش الابو انزيم وحده، بيكون الابو انزيم معاه حاجة اسمها كو انزيم. تمام، ودي بتكون بعيدة شوية. لما تبقى بعيدة شوية دي احنا بنسميها رابطة لوز. كلمة لوز يعني مفككة، كلمة مفككة يا دكتور يعني بعيدة. وممكن يبقى في حاجة مرتبطة برابطة قوية كده لازقة فيها على طول اسمها بروستيتك جروب. بروستيتك جروب يعني ده معناته ان الكومبلكس انزيم بيتكون من ابو انزيم وكو انزيم وبروستيتك جروب. وقلت لك ليس بالضروره ان الثلاثه يبقوا مجتمعين، بس انت عارف الكومبلكس يعني معاه حاجات تانية. تمام، يبقى اذا الانزيم بتاعنا الاستراكشر بتاعه المكون الاساسي اللي هو البروتين اللي اسمه الابو انزيم ده بيكون سيمبل اللي هو الانزيم البسيط. تمام يا دكتور. لكن في انزيمات كومبلكس، الانزيم الكومبلكس بيكون الابو انزيم معاه بروستيتك جروب او كو انزيم. وصل لك كده؟ طيب حد قال لي ايه هو يا دكتور الكو انزيم؟ ببساطه خالص الكو انزيم هو عباره عن فيتامين في صوره نشطه، اللي انت في ثانوي كانوا بيسموه مساعدات الانزيم. يعني الكوينزايم ده اللي هو بالعربي بيسموه
مساعدات الإنزيم. مساعدات الإنزيم ده عبارة عن فيتامين في صورة نشطة، وده بيكون لارج يعني كبير أورجانيك مولكيول، يعني جزيء عضوي حجمه كبير. طيب ده مين ده؟ ده الكو انزيم. طيب ومين بقى البروستاتيك جروب ده؟ البروستاتيك جروب ده يا دكتور غالبا بيكون معدن اللي احنا بنسميه ان اورجانيك مولكيول اور اتوم، ان اورجانيك اتوم، حاجه غير عضويه، وده بيكون تايت. كلمه تايتلي يعني بقوه، تايتلي باوند، مرتبط بقوه تو ابو انزيم. يعني البروستاتيك جروب بتكون مرتبطه بقوه مع الابو انزيم. عايزك تعرف حاجه يا دكتور، ان علميا بيتم تصنيف الكو انزيم والبروستاتيك جروب باسم حاجه كده بيسموها كو فاكتور. يعني انا لو جيت قلت لك ايه هو الكو فاكتور، فانت عارف الكو فاكتور ده بيشمل حاجتين. الكو فاكتور ده بيشمل الابو انزيم، بيشمل قصدي الكو انزيم والبروستاتيك جروب. يبقى الكو انزيم والبروستاتيك جروب على بعضيهم بيكون لهم اسم اسمهم كو فاكتور. والفارق ما بين البروستاتيك جروب والكو انزيم، البروستاتيك جروب ده بيكون معدن انورجانيك اتوم زي مغنيسيوم زي كالسيوم والكلام ده كله، وده بيكون تايتلي باوند مرتبط بقوه للابو انزيم. اما الكو انزيم ده اكتف فورم اوف فيتامين، اكتف فورم اوف فيتامين، وده بيكون لارج اورجانيك مولكيول. طيب يبقى انت عرفت كده مكونات الانزيم بتاعنا خلاص، وعرفت ان السيمبل انزيم ده بيكون فقط اونلي بروتين، ده بيكون بروتين فقط يا دكتور. اما الكومبلكس ده بيكون بروتين وكو انزيم وبروستاتيك جروب. حلو الكلام. عندنا بقى جدول مقارنه كان بيجي كتير في الامتحان، يقول لك اديني الديفرنس اللي هو الاختلاف بتوين الابو انزيم، طبعا عشان ده الاساسي، وده الاساس الابو انزيم وصلك كده، والكو انزيم والبروستاتيك جروب والكو فاكتور. وتعالى بقى نشوف ايه هو جدول المقارنة بتاعنا وازاي احنا نحفظه بصورة سهلة. طيب انت عرفت التصنيف اهي، مكونات الانزيم سواء كان سيمبل او كومبلكس، عرفت التركيب بتاعه. تعالى بقى لجدول المقارنة اللي جاي ده عشان نظبطه. طبعا الاساس هو الابو انزيم. خلي بالك من حاجة مهمة مش عايزك تتلخبط فيها، هكتبها لك هنا واقول لك لاحظ، اوعى تغلط، لاحظ. بص يا دكتور، في التصنيف الرئيسية وتركيب الانزيم احنا اعتبرنا ان الكو فاكتور ممكن يكون كو انزيم او بروستاتيك جروب. حلو الكلام. طيب لكن في جدول المقارنة بنعتبر ان الكو فاكتور حاجة منفصلة. يبقى لاحظ، اوعى تغلط من اللي انا هقوله ده. ايه يا دكتور اللي انت هتقوله؟ ان في جدول المقارنة خلاص يتم التعامل مع الكو فاكتور انه حاجة منفصلة خلاص، يعني بنعتبر الكو فاكتور حاجة تانية غير البروستاتيك جروب والكو انزيم. ده في جدول المقارنة او لما يجي اقول لك ديفرنس. لكن عارف في التركيب وفي الرسمة كنا احنا معتبرين ان الكو فاكتور ممكن يكون كو انزيم او بروستاتيك جروب. انا هاجي افهمك المقارنة كويس وعرفك انت ازاي تحفظها بطريقة سهلة خالص، ومش عايزك تتلخبط بقى من حوار في التصنيف الرئيسي اعتبرنا ان البروستاتيك جروب والكو انزيم هما الكو فاكتور، وفي جدول المقارنه بنتعامل ان الكو فاكتور حاجه منفصله عنه. تعال نبدا بقى نشوف جدول المقارنه او ازاي احنا نحفظ بطريقه سهله. الاساس عندنا دكتور الابو انزيم، يعني اهم حاجه او اول حاجه بيتعامل عليها التصنيف في المقارنه هو الابو انزيم. طيب بعدين الكو انزيم، بعدين البروستاتيك جروب، واخيرا الكو فاكتور. قلت لك انا في المقارنه بنتعامل ان الكو فاكتور كانها حاجه منفصله. طيب اول حاجه هنتكلم عنها النيتشر، الطبيعه بتاعته. طيب انت عارف ان
الابو انزيم ده طبيعته بروتين، يبقى الراجل ده بروتين، تمام. وطالما هو بروتين يا دكتور يبقى تعرف ان هو اورجانيك. طيب الكو انزيم ده اللي هو بيكون فيتامين في صورة نشطة، فالفيتامين اللي في الصورة نشطة ده بيكون نون بروتين، يعني مش بروتين لكن اورجانيك. طيب والبروستيتيك جروب، البروستيتيك جروب احنا اتفقنا ان هو هيكون ان اورجانيك، اللي هو مين؟ معادن. خد بالك احنا قلنا هو البروستيتيك جروب غالبا، ايه ده يعني ممكن يبقى ليه استثناء؟ البروستيتيك جروب يا دكتور فيه استثناء ان هو ممكن يكون حاجه اورجانيك، بس ساعتها الحاجه الاورجانيك مرتبطه بقوه. يعني لو حاجه اورجانيك لازقه كده في الانزيم ومرتبطه بقوه، ساعتها الحاجه الاورجانيك دي مش هسميها كو انزيم، هسميها بروستيتيك جروب، خلاص. لان البروستيتيك جروب بيكون تايتلي بوند، هو في الغالب البروستيتيك جروب بيكون ان اورجانيك اتوم، لكن لو هو حاجه اورجانيك وتايتلي بوند يبقى اسمها بروستيتيك جروب. اما الكو انزيم لا، ده بيكون مرتبط لوزلي، يعني مرتبط بعيد. طب والكو فاكتور بقى؟ الكو فاكتور هنا في جدول المقارنه متعاملين ان هو حاجه منفصله عن الكو انزيم والبروستيتيك جروب. الكو فاكتور بنتعامل ان هو حاجه وحديها. الكو فاكتور بتكون طبيعته مين يا دكتور؟ بتكون طبيعته ان اورجانيك. يبقى في جدول المقارنه هنا بنتعامل ان الكو فاكتور بيكون حاجه منفصله ان اورجانيك. وصل لك كده؟ طب واحد قال لي طب وانا هعرفه ازاي يعني، او بيعملوا ايه في جدول المقارنه؟ هو في جدول المقارنه يا دكتور بيتعامل ان الكو فاكتور هو المعدن لو لوز بوند. يعني تعال احكي لك، احنا هنا اتفقنا في المخطط ده ان ده الانزيم اللي هو اصله بروتين. الانزيم ده لو مرتبط بفيتامين بربطة لوز يبقى الفيتامين ده اسمه كو انزيم، ولو مرتبط بمعدن بربطة قوية ده بنسميه بروستيتيك جروب. طب ماذا لو الفيتامين بيجي مرتبط بربطة قوية، وماذا لو المعدن بربطة لوز؟ في جدول المقارنة هنا بنقول لك ايه بقى؟ بنقول لك كده، لو الفيتامين ارتبط بربطة تايت، تايت يعني ارتبط بقوة، يعني بيجي لازق في الانزيم في الابو انزيم، ساعتها بنسميه بروستيتيك جروب. بالتالي يعني البروستيتيك جروب تنفع تبقى ان اورجانيك او اورجانيك، المهم ان هي مرتبطه بقوه. ولو المعدن ارتبط برابطه لوز يعني رابطه ضعيفه، ساعتها بيبقى اسمه كو فاكتور. يعني خد بالك في المقارنه هنا، في المقارنه هنا عشان هنا التركيب حاجه خلاص والمقارنه حاجه، في المقارنه بنتعامل ان الكو فاكتور حاجه منفصله عن البروستيتيك جروب والكو انزيم، لكن في جدول التركيب ده خلاص بنتعامل ان الكو فاكتور هو اللي بيشمل البروستيتيك جروب والكو انزيم. انت لاحظت بقى ان الفارق بس هو نوع الروابط، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يبقى بص، لو كلام عام في ان الكو فاكتور بيشمل البروستيتيك جروب والكو انزيم، كلام عام الكو فاكتور بيشمل البروستيتيك جروب والكو انزيم. طب لو في الديفرنس، بص لو الفيتامين ارتبط برابطه تايت ساعتها يبقى بروستيتيك جروب. فبالتالي بقول لك ان البروستيتيك جروب ممكن اني اورجانيك وممكن اورجانيك. ولو المعدن ارتبط برابطه لوز ساعتها بيكون في كو فاكتور. يعني الكو فاكتور هنا في المقارنه معتبرين ان هو حاجه مختلفه منفصله عنهم، هو عباره عن المعدن لو مرتبط برابطه لوز. يعني تعال احكي لك كده، باكدها عليك اهي، ده الانزيم بتاعنا اللي هو الابو انزيم، الرابطه البعيده دي اللوز، دي بتكون فيتامين، وساعتها الفيتامين ده بنسميه مين؟ كو انزيم. طب ماذا لو الفيتامين كان لازق؟ ساعتها ما بيبقاش اسمه كو انزيم، ساعتها بيبقى اسمه بروستيتيك جروب. بالتالي قلت لك ان البروستيتيك جروب ممكن تكون حاجه اورجانيك بس تايتل بوند. طب حلو، جي نعمل حاجه تاني. طيب لو المعدن لازق، اللي هي الان اورجانيك ماغنيسيوم ولا كالسيوم، لو المعدن لازق بنسميه برضو بروستيتيك جروب. يعني لو المينرال او الانورجانيك تايتلي بوند برضه باسمه بروستيتيك جروب. بالتالي بقول لك ان البروستيتيك جروب بتشمل الاورجانيك والانورجانيك. طب لو المغنيسيوم او الكالسيوم ده لوز، لا ساعتها ده ما بنسموش بروستيتيك جروب، ساعتها بقى بنسميه مين هنا؟ كو فاكتور.
يبقى على حسب جدول المقارنه اهو احنا معتبرين ان الكوفاكتور الحاجه الانورجانيك بس لو كانت ايه لوز. خلاص فهمتها كده يا دكتور؟ اتمنى تكون فهمتها، ولو في اي حاجه واقفه قدامك اسالني وانا اوضحها لك اكتر. يعني يبقى كده احنا بنعمل مقارنه بقى ما بين مين بقى؟ المقارنه ما بين الابو انزيم ده الحاجه الاساسيه، والكو انزيم ده الفيتامين، والبروسيتيك جروب اللي هو عباره عن الفيتامين المينرال لو مرتبطين بقوه، والكو فاكتور هو المينرال لو بعيد. بص بقى، الابو انزيم ده الحاجه الاساسيه دي البروتين، الكو انزيم ده الاورجانيك اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن فيتامين. بروسيتيك جروب ده ممكن تبقى ان اورجانيك وممكن تكون اورجانيك، السر ان هي مالها تايت بوند يعني مرتبطه بقوه. طب والكو فاكتور؟ لا قلنا الكو فاكتور ده عباره عن الحاجه الان اورجانيك بس مرتبطه برابطه مين؟ لوز، ضعيفه زيها زي الكو انزيم. يبقى انت عرفت كده اول نقطه. دي بتيجي ازاي في الامتحان؟ ممكن تيجي اختياري، ولو جات اختياري ساعتها بنعتبر ان الكو فاكتور شامل جواه البروسيتيك والكو انزيم، ده لو جات اختياري. اما لو جات الديفرنس انا ديني بعمل لك الديفرنس بروتين، وخد بالك البروتين برضه طبيعته ان هو اورجانيك، ده اورجانيك فيتامين، ده ان اورجانيك او اورجانيك بس تايت بوند، اما ده بيكون ان اورجانيك. حلو خالص. طيب السورس المصدر بتاعه يبقى ده النيتشر اللي هي المصدر الطبيعه بتاعته. طيب السورس اللي هو المصدر، طبعا مصدر البروتين يا دكتور وانت عارف من ثانويه عامه ده مصدره الجين، الجين اللي بيكون موجود على الدي ان ايه. طب والكوينزايم مصدره الفيتامين، وصل لك كده؟ او النيوكليوتيد، ممكن بعض النيوكليوتيدات زي الاي تي بي كده تشتغل ككوينزايم. خلاص يبقى مصدر البروتين ده جين، اما مصدر الكوينزايم ده فيتامين. طيب مصدر الكوفاكتور ده ان اورجانيك ايليمنت اللي هي العناصر الغير عضويه. طيب ايه مصدر بقى البروسيتيك جروب؟ ركز كده في المعلومه اللي انا هقولها. خلاص مصدره الهيم. واحد قال لي ايه الهيم؟ الهيم ده عباره عن حديد محاط ببروتين، حديد موجب 2 محاط ببروتين ده اسمه الهيم. او سيلينيوم، في معدن اسمه سيلينيوم، معدن السيلينيوم ده بيكون داخل في انزيم يا دكتور اقول لك مكتوب ازاي عندك، جي اس اتش بي اكس. ايه الكلام ده؟ ده اختصار كلمه اسمها كده جلوتاثيون بير اوكسيديز. يبقى السيلينيوم بيكون شغال كبروسيتيك جروب يعني لازج في انزيم اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز، والنحاس في حاجه اسمها اس او دي بيكون بروسيتيك جروب في انزيم اسمه سوبر اوكسايد ديس ميوتيز. يبقى انا كده حفظ دول، اصل انا ممكن اجيبهم لك في الاختياري. اقول لك الهيم خلاص شغال كايه؟ كبروسيتيك جروب. طيب السيلينيوم مع انزيم اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز، الكبر مع سوبر اوكسيد ديسميوتيز. هنكمل بقى المقارنه بتاعتنا ونشوف بقى باقي الاختلافات عشان نحفظهم بطريقه سهله. يبقى لما يجي يسالك ويقول لك ايه السورس بتاع الابو انزيم، فانت عارف ان السورس بتاع الابو انزيم ده جين النيتشر، اما الكوينزيم ده فيتامين اور نيوكليوتايد، اما السورس اوف بروستيتيك جروب اللي هي سواء كانت معدن مرتبط بقوة أو فيتامين مرتبط بقوة، فأنت هتقول لي ممكن الهيم أو السيلينيوم في جي اس اتش بي اللي هو جلوتاثيون بيروكسيديز، أو الكبر في السوبر أوكسيد ديسميوتيز. طب والكو فاكتور؟ لا الكو فاكتور ده مصدره بيكون إن أورجانيك إيليمنت. طيب إكزامبل، إديني أمثلة بقى يا دكتور على الحاجات دي. تيجي رحت تقول لي كده أدي إكزامبل، إكزامبل على الأبو إنزيم أول إنزيم، اي انزيم عايز تحط لي اس او دي ماشي اللي هو السوبر اوكسيد ديسميوتيز ده اسم انزيم، عايز تحط لي جلوتاثيون بير اوكسيديز برضه ماشي ما ده اسم انزيم. طيب اديني بقى انزيم على الفيتامين، اديني قصدي مثال على الفيتامين. مثال يا دكاتره تكتب لي مثلا الناد دي صوره نشطه لفيتامين بي 3، الفاد دي صوره نشطه لفيتامين بي 2، الاي تي بي ده نيوكليوتيدا. طيب امثله بقى، انا عايز اكزامبل، عايز
أمثلة على البروستيتيك جروب. تقول لي المثال الأول الهيم اللي هو الحديد اللي بيكون محاط ببروتين ومرتبط بقوة، والمثال الثاني يا دكتور الاف ام ان ده فيتامين بس بيكون مرتبط بقوة بيشتغل كبروستيتيك جروب. طب عايزين أمثلة للكوفاكتور، ما احنا قلنا بقى الكوفاكتور اللي هي المعادن زي المغنيسيوم وزي الكالسيوم وزي الكبر وزي المنجنيز. طيب خلصنا كده من الأمثلة، عايزين نعرف الاتاشمنت. الاتاشمنت اللي هو الارتباط بالابو انزيم. طبعا الابو انزيم ده الاساس، ما فيش حاجه تحط في الاتاشمنت. بعدين عندي هنا الكو انزيم، بعدين البروستيتيك جروب، بعدين الكو فاكتور. الابو انزيم لا. طب الاتاش هنا، هنا لوز. طب والاتاش هنا، هنا تايت. طب والاتاش هنا لوز. لوز يعني مفكك او ضعيف. الهيت ستابيليتي اللي هو الاستقرار للحراره. الهيت ستابيليتي، طيب حقيقة مهمة جدا يهمني تدركها يا دكتور، ان البروتين بيكون لابايل. لابايل يعني بيتكسر بالحرارة، بيفقد طبيعة البروتينية بالحرارة. ويهمني تعرف ان المعادن بتكون فيري ستيبل، يبقى اكثرهم في الاستقرار المعادن فيري ستيبل. طب والبروستيتيك جروب دي بتكون ستيبل، وده بيكون فيرلي يعني الى حد ما ستيبل. يبقى بص بقى في الهيت ستابيليتي، الابو انزيم ده بيكون لابايل ممكن سريع التكسير بالحراره، الفيتامين بيكون فيرلي ستيبل، البروستيتيك جروب بيكون ستيبل، والمينرال بيكون فيري ستيبل. طب ده الهيت ستابيليتي. طب المولكولار ويت اللي هو الوزن الجزيئي، المولكولار ويت يهمني تعرف ان البروتين ده بيكون اللارجست في المولكولار ويت، ده اعلاهم. ويهمني تعرف ان المعدن ده بيكون سمولست، ده اقلهم. طب والحاجات التانية سمولر، سمولر يعني اصغر اصغر وخلاص. خد بالك في الغالب يا دكتور لما السؤال بيجي في الامتحان هو بيقول لك ايه الديفرنس ما بين الابو انزيم مثلا والكو انزيم، او الابو انزيم والبروستيتيك جروب، فانت بتاخد عمودين من دول. طب ده المولكولار ويت. نكمل بقى. طيب ديترماين السبيسيفيستي، التخصص. الوحيد اللي بيحدد التخصص هو الانزيم، يعني بيحدد انا هشتغل على مين او اعمل ايه. اما الناس دي كلها نو، دي ما بتحددش التخصص. يبقى الوحيد اللي بيحدد التخصص هو الابو انزيم. طب والكيميكال نيتشر، طبيعه التفاعل، اكسده، اختزال. الكيميكال نيتشر، الكيميكال نيتشر الابو بيحدد والفيتامين بيحدد وده بيحدد، كلهم بيحددوا، بس المعدن يس اور نو. يعني في معادن لما انت بتشوفها بتعرف ايه طبيعه التفاعل، وفي معادن ممكن ما تعرفش. وبكده نكون خلصنا من جدول تركيب الانزيم. خلاص الانزيم الكامل يا دكاتره اللي هو الكومبلكس، ليه اسم تاني احيانا بيسموه الهولو انزيم اللي هو الانزيم الكامل. يبقى احيانا الانزيم الكامل بيسموه الهولو انزيم. وبكده بفضل الله نكون خلصنا من الجزء الاول كامل، عرفنا فيه الانزيم وتركيب الانزيم، وقارنا ما بين مكونات الانزيم كاملة، وعرفنا بقى تخصصات الانزيمات. اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.